الجبن. السلام عليكم أبطال أمير بروز، رجعت لكم فيديو جديد وتحدي جديد، والتحدي اليوم راح أحاول أكل 15,000 سعرة فاست فود وجبات سريعة مثل ما جاي تشوفون كمية عملاقة من الوجبات السريعة، بالإضافة إلى 2000 سعرة حرارية من الحلويات، منيو كامل تقريبا من مطعم تيلي بيتزا. خلونا طبعا أجهز هاي الوجبة. 1 2 3 طبعا رجعت لكم ابطال امير بروز، مثل ما تشوفون الكميه العملاقه، وهذا طبعا الكالزون ما لقيت له مكان اخليه لان الميز انترس. نحاول طبعا يوسف نشتري لنا ميز اكبر، لازم ميز اكبر. حضر روحك لان راح اسوي تحديات يمك اكثر واكثر. حلو، يمك مطاعم درجه اولى واريد استكشف بعد اكثر انا والابطال. اوكي قلت لك انا ممتاز جدا. خلوني طبعا ابطال امير بروز اعرفكم بالوجبه اللي عندي. تشيكن ناجتس، وهنا عندي بوتيته، هاي هوت دوغ بالجبنة يسموها خبز البيتزا محشي بالهوت دوغ، وهنا طبعا كالزوني ايطالي، هذا الكالزون اقول لكم عليها بعدين شنو بداخله. هنا طبعا عندي مثل التاكو سندويتشه، بطنها جايروس، 2 برجر دجاج و2 برجر لحم، سندويتشتين هنا عندي، وحده لحم ووحده دجاج، وبعد تشيز. شوف الجبنة فتشي صراحة رهيب. شنو الجبنة هاي؟ هالشكل طبعا يجي التغليف ماله مثل ما جاي تشوفون البرجر مغلف صح، وهاي سندويشة كرانشي، سندويشة الدجاج كرانشي. هنا عندي طبعا حلويات خليتهم بعدين مفاجأة، 2000 سعرة حلويات. هنا عندي بيتزا بالسلامي والأطراف مالتها محشية، يعني هاي محشية الأطراف بالجبنة، وهنا أنا عندي تشيكن ستريبس أصابع الدجاج، واضحة قدامكم يمكن. خلوني أدخل بالتحدي ورا ما أفتح الصاصات بدون ما نضيع أي وقت. اوكي طبعا فتحت الصاصات بالكامل، وخلوني ابلش بهذا البرجر لان صراحة شكله رهيب. شوفوا لي هذا البرجر يا ابطال، شوفوا لي هذا البرجر تاريخي، دبل طبعا لحم تي ام بي مثل ما جاي تشوفون. خلوني استكشفه. شنو هذا البرجر؟ فشي صراحة رهيب الطعم. هذا البرجر كلين سينطي مثل ما جاي تشوفون عليه شعار المطعم، وهذا الصمون يا اخي يوسف، صمون هذا الصمون الحجري، وبس محمص لك اياه بعد فوقاتي يا اخي. الصمون احلى من البرجر تحسه. صحيح فشي صراحة رهيب الطعم. نستخدم الكولا زيرو شوغر، نقتصد بالكالوريز شوي. ممتاز صراحة هذا البرجر طعمه كلش حلو، استمتعت به مثل ما تشوفون. تلفني البرجر اللي ما يتلف الايدين لا تعتبروه برجر. راح اخلي كلاس الكوك هسه شوي شوي نخفف الكمية التاريخية. ناكل لنا هنا تشيكنه دجاجه، يلا تفضلوا تحبوها بالكاتشب او بالباربيكيو. شوفوا لي هاي الدجاجه، صابع الدجاج تشيكن ستريبس، سبايسي حاره، سبايسي تشيكن ستريبس طبعا. فشي رهيب طعمه. هاي محشيه طبعا مالتها بالجبنه، هي هاي البيتزا الصحيحة مثل ما جاي تشوفون. القاعية مالتها تصير لونها قهوائي. هذا برجر دجاج مشوي مثل ما جاي تشوفون، الدجاج المشوي هو مدخن تحس بيه. شوف حتى الصمونه مالته يوسف جايه مثل المحروقه، يعني مثل المدخنه، شاويها على فحمية الدجاج، وبعد تشيز، بعد جبنه. فشي صراحه رهيب على البرجر، يلا تفضلوا. شوف قطع الدجاج المشوي بيه،
صراحة في الشيء رهيب هذا البرجر. بما انه هو مدخن طق عليه باربيكيو بالباربيكيو صوص ويا الدجاج ويا تشيز ويا الصمون المدخن. ايش راح يصير بالله؟ اذروني يا ابطال امين ابراز لان جاي اكل بشراهة تامة. ليش؟ لان مستعد لهذا التحدي وصار لي فترة حارم نفسي من الفاست فود. شوفوا لي هاي الشكنة المشوية مدخنة بيها طعم دخان فظيع. يوسف لا 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 وين اكو هيك صدور دجاج بالعالم كله؟ الدقدوق مو صدور هاي صحيح. هسه حسبالك فخذ بس هي صدور صدور دجاج يا ناس. تصير ناشفه هي دائما ناشفه يا اخي. كتلونا هاي المطاعم ما ادري شنو بس هذا المطعم يا اخي تاريخي تختلف. انا قلت لك هذا المطعم رهيب جربته مرتين وقلت لك لازم تجربه. خدمة التوصيل موجودة عندهم وتوصيله مجاني يا يوسف. مجاني بالضبط. لا 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 يوسف كبر ميزك. لازم اكبر يمك مطاعم تاريخية واريد اكبر الوجبات بعد. هذا التحديات الضخمة تصير هنا اخوي. ماشي. شوفوا لي هذا البوكس بوكس الدجاجة. يلا سبايسي سبايسي تشيكن. خلوني اجرب هاي السندويشة او مو اجرب افترسها بالكامل. سندويشة برجر هاي داخلها برجرات يوسف. حلو ممتاز بالباربيكيو. ندخنها تدخن اليوم. هذا الباربيكيو مالته مدخن. اسمع صوت الصابون. اسمع بعد حار طبعا. هم ترى عندهم فرن. هو نفس المطعم في فرن. في فرن عافيه. اي اي بيبي صمون. سندويشة مالته كانت جوسي الى درجة ما جاي يشوفون. هي هاي السندويشات الصحيحة. خلوني اجربها. اوه شوفوا هذا. هذا يسمونه سندويشة البيتزا طبعا. يعني هي بيتزا كانت مدورة. شو يسوي؟ بدل ما يخلي التوبينجز فوقها يعني يخليها بصفحة واحدة ويطبقها هالشكل ويخلي فوقها جبن وجواها جبن ويخبزها. خل نشوفها بالله. اوه شوفوا حارة 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 تصلخ. شكلها سندويشة البيتزا. خلوني افترسها. ممتاز مع كمية الجبن اللي بيها الفظيعة. لا 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 شوف الجبن باع الجبن. واو شوف الجبن. شنو الطعم رهيب ها؟ زيتون وفطر بيها. هذا المطعم طبعا بشيء مميز الى درجه يوسف. شنو نوعيه الجبن اللي يستخدمها؟ صحيح عفي لاحظت هذا الشيء. انا ترى حتى بشعاره هو اذا جاي يشوف مرسومه جبنه. جبنه بالضبط. جبنه كل مكان هسه جاي اشوف بيه عليها شلون الجبنه. صحيح هاي جبنه نانا. يعني هو هذا عنده يمكن عنده مزرعه احتمال يسوي جبن. الجبن هذا جبن مين ما تلتفت جبن والجبنة مالته نوعيتها ممتازة يوسف. بالضبط هي تحلي السندويش. طعمها طعمها رهيب. شوف الترافة.
وانتهي عند الكالزون صراحة رهيب كان يوسف صح الأكل روعة ومن أروع ما يكون والطعم خيالي يا أبطال إيه نعم بس الكمية عملاقة يوسف صحيح 15,000 سعره يا أبطال أمي إبراز وفاست فود هواي تعرف يعني شنو فاست فود يعني وجبات سريعة بالضبط يعني تشبع بسرعة يعني التحديات بيها صعبة يعني كالوريز اكيد اكيد لا هواي الوجبه كلش كبيره كميه عملاقه يوسف صراحه يعني. شلون راح تكملها مستعد لك لا تخاف هذا طبعا انتهى اوه هواي شغلات انتهت وماشي صح لحد الان اشوفك بعدك نشط يعني بيك بعد اوه هذا اللي نسيته مخفيات كانت هذلنا الهات داغ مثل ما قلت لكم هذا انتهى اوه اوكي هسه والله خلينا نشوف هاي البوتيتا شلون صايره شوفوا هاي البوتيتا بس لا تبرد وبعدين تصير صعبه بردت شوي بس اوكي ممتازه يعني تحس بيها متبله بيها التوابل مالتها يلا عين طلبوا واو شنو عندي يا بوتيتا نرش عليها شوي منها هاي الطريقه خلوني اكل هاي السندويشة ليش والله هنا هذا التاكوس شوف شنو هذا والله السندويشة هاي خبزة مالتها فخينة بطنها لحم هذا جايروس هتخبلني يا اخي شنو هالطعم هذا هالشي رهيب وهم بيها تشيز ما ادري خلنا نشوف اعرف طعمها مثل القص العراقي القص مالنا الاصلي العراقي مثل ما جاي تشوفون فتشي رهيب هذا اللحم اللي بيها اللي هو الجايروس مسويه صح طبعا بيها طماطه وبيها كشور طماطه ما احب كشور الطماطه انا اطلعهن اوكي سوي الإعلان المطعم يستاهل سوي الإعلان خمس نجوم انطي لحد الآن يوسف صحيح يستاهل وجهة نظري هاي فنان شوف الوجبة كأنه ما جاي تنقص لا انت شي فوق شي انت حاط البرجر فوق برجر الاطباق صار انت ميزك صغير وبعيد عن الكاميرا صح يعني وجبة كلش ضخمة يعني 15,000 اكثر 15,000 سعره اكثر من 15,000 سعره بس انا اقول 15,000 ما يخالف خاف خبراء رياضيات قاعدين لهم خلق قاعد ايش قد يحسبون وبعدين امي بروز دعوة هاي 14,000 انه اكثر بس انا اقول 15 تشفير رهيب كملت هاي السندويتشة وما صبيت لي مشروب المشروب عندي مخلص من مساعة من الكالزوني مدري من يمتى هو اذا واحد يستمتع بالاكل مالته ما يريد يشرب يوسف ما اردت تخرب طعم القص العراقي اوكي بيمن هسه نبلش اوكي هذا شنو هذا خلص اوكي لا ماشي صح شوفوا لي هلأن طبعا ديهن هات داغ هات داغ ياه وانا اخليه الهات داغ شوية كاتشب يريد له جبنة يا اخي طعم الجبن ماله هذا المطعم يوسف رهيب واخر واحدة طبعا من الهات داغ بدأت تدي صعوبة التحدي شوية يعني خلوني اقضي على تشيكن ناجتس والبوتيتا يعني لان اذا بردن مشكله يصير اوكي هذا تشيكن ناجتس مالته صراحه الطعم كلش حلو اخر وحده من تشيكن ناجتس والله خلينا نجرب هذا الصاص ساتزيكي ما يسمونه مدري زيكي والله ما ادري المهم ويا تشيكن ناجتس حاليا اقدر اعتبر نفسي ضمنت 75% من الفوز بعد بقت 25% بس هاي راح تكون الاصعب خلوني اخذ على هاي البوتيتا بديت ادي البوتيتا وبدا التحدي
شوي شوي يصعب. خلينا نشوف هاي السندويشة. اوه شوفوا الجبن يا ابطال الابراج ما يعطيك مجال تحوس هذا الجبن في الشيء صراحة الرهيب. بطنها كريسبي، هاي يسمونها كريسبي ساندويتش، كريسبي تشيكن ساندويتش. اسمع القرمشة، هاي السندويشة كلها عبارة عن كريسبي بكريسبي بكريسبي. درجة أولى شغل هذا المطعم. اي شوف بلشت بالتحدي، كان اكو ضوء وراك بالشباك، هسه صار لي. احنا صورنا المغرب. اي كان نتغرب يعني. يلا عيني وين هم عشاق البيتزا؟ شوفوا يا هاي البيتزا على الطريقة الأمريكية مسويها. واو يا أخي شنو الجبنة مالتك أنت؟ شوفوا لي هالبرجر، اقول لكم عليه نظره دائره ما دائره. يلا وينهم ابطال امي ابراج يجون يساعدوني بهذا البرجر التاريخي والصمون مالته. يلا واخيرا خلص هذا البرجر العملاق الدبل. صراحة برجر كله كبير وخاصة عندي الكولا بالمناسبة. هذا لتر كامل خلصتي؟ لتر ونص او لتر هذه. بعد عندك لتر بالثلاجة؟ لا ما اريد بعد كولا. ما تفيدني يوسف، هسه راح يفيدني المنقذ. باور ايد يوسف. هو هذا الزين. يعني وصلت مرحلة بعد. خلاص. رجلك دفع رباعي. بعد ما اقدر. أحريت هذا، تعال يا باور ايد ساعدني اخلص بيه هذا البرجر. برجر الدجاج اخر شيء. جرعة من النشاط اجت لي. طاح هنا شوي على الميز. يلا هذا البرجر مال الدجاج يعني سوي عليه ريفيو. هاي بداخله طماطم وكريسبي تشيكن. فزت، كبروني فزت. انا من عشاق برجر الدجاج اكثر من اللحم صراحه. لا المره انت خوش مستعد للتحدي. لا مستعد لاستعداد فتاح. وايش فكرك انت تخلص الوجبه وبعدك بعدك متحمس. اوكي يا ابطال الابراج مثل ما تشوفون نهيت تحدي الفاست فود بنجاح، وبقت لي هنا حلويات بمعدل 2000 سعر حرارية تقريبا. هنا عندنا مافن، واحد بالشوكليت واحد بالفانيلا، عندنا تيراميسو، وعندنا هنا هاي مثل يعني محشية بالتفاح، وهنا عندنا براونيز، هنا براوني اثنين، هذا البراوني مقلوبات بالعكس لانه شنو بالفستق اقول انا، هذا براوني الشكل صاير. هاي طبعا الحلويات يوسف شغل تازه يعني داخل المطعم عندهم فرن مع الحلويات. مثل ما قلت لك عافيه لان هاي اول ما جابها وبعدها ولا زالت يعني بيها سخونه حاره صحيح. تحس بيها. خلينا نجربها صراحه. انا اول ما جابها بدي افترسها افتراس فظيع، بس انت قلت لي لا وراك تحدي عملاق من الفاست فود. مثل الكاهي العراقي عافيه. شنو بيها يوسف؟ بيها تفاح بداخلها، فواكه. هذا شكلها يا ابطال امير بروز. يلا هذا البراوني. شنو هذا الكيك؟ انا طبعا علاقتي بالحلويات كلش ضعيفه. يعني ما اكل حلويات هالقد ابد. باور ايت طبعا طعمه حالي يعني.
واول مره اجرب الباور ايج بالحلويات. رايد لك قهوه ولا حلويات؟ رايد لك قهوه بس راح اجيب لي كلاص ماي يوسف. اي احسن لك شوي. راح اجيب لي كلاص ماي لان انا مو تقول استوني بادي اكل. بالضبط. لان انا ما اكل وجبه فاست فود عملاقه. صحيح. وبيا خبز. يعني هذا الصمون هذا كله بالجسم يعتبر شلون الشكر يصير؟ طبعا. يعني كربوهيدرات مو صحيح؟ وهم اتمشى شويه يا ابطال الابراز. صراحه التحدي صعب بس ما باقي لي شيء. ما لي خلق اروح اجيب لي بطل ماي من هناك. اخذت من ناري. من الحنفيه. بارد ممتاز. من رخصتك يا باور ايج ما راح احتاجك. كفيت ووفيت وخليتني افوز بتحدي الفاست فود. شكرا جزيلا. خليك هنا تعطيني دعم معنوي. اوكي هسه نجي لهذا. حتى نسيت اسمك. المافن يا مافن. شوفوا هاي المافن بالشوكولاته همين. ايش هاي المافن؟ شيء رهيب. مدمسه تحس بيها يوسف. اي هالشيء رهيب الطعم. شوف الكراميل بداخلها الخفة والكرامية هالشيء رهيب. لا اخوي شغله مرتب الكراميل. خلوني اقضي عليه بالدارسين شوية. بها طعم دارسين قرفة. اخر شيء بقت اخر شيء التراميسو اكلها وافوز بهذا التحدي الصعب. وسويكي قاعد ينتظر يعاقب بس ما راح اسمح له. يوم بقت لي بس التراميسو يا ابطال الابراز. وانا من عشاق التراميسو. خلوني اعطيكم عليه نظرة عن كثب. تشوفون شنو يعني تراميسو. من واحد يقول لكم تراميسو شنو يعني؟ يعني هاي يعني هالشكل تنوي كذي. شوفوها فتشي رهيب. تفضلوا يا ابطال الابراز افتح حلقك يا بطل. افتح حلقك يا بطل تيراميسو. صناعة فورية جاهزة تازة من اروع ما يكون. بها طعم قهوة. صحية تيراميسو ايش يصير. وتحسها بين الايس كريم بين الكيكة بين القهوة تمزج. هاي شغلات طعم قهوة دنوان ايس كريم من الموضوع. دائما اطلبها بس مشكلتها بسرعة تخلص. بسرعة تخلص يا عمي. ذوب ذوب القهوة ما تخص فيها عمي. صح تشربها شرب. صح بالضبط. شنو هاي؟ هالشي رهيب الطعم. مستمتع حاليا. لا راحت انتهت. فالشي رهيب الطعم. استمتعت بهاي الوجبة ككل. واحس بروحي انه تعبي ما راح بلاش. صار لي يومين استعد لهذا التحدي. اكل اكل كلش خفيف. وقليل بالسعرات الحرارية. ومثل ما شفتوا يا ابطال بطلات امير براز قدرت افوز بهذا التحدي الصعب والعملاق والعنيف. طبعا اكلت 15000 سعره حراريه فاست فود بالاضافه الى 2000 سعره من الحلويات والمعجنات. صراحه التحدي كان صعب بس بنفس الوقت الاكل كان من اروع ما يكون والطعم كان خيالي يا ابطال. بنهايه هذا الفيديو اشكركم على المشاهده واشكر طبعا سويكي المصور خلف الكواليس وقناته بصندوق الوصف. راح يرجع التجارب الاكل الغريبه والتحديات الفريدة من نوعها. فاللي أرجوه من عندكم أنه تدعمونا بالاشتراك الناس المهتمين بهذا النوع من الفيديوهات. أشكركم على المشاهدة مرة ثانية. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة اللي ما مشتركين بعدهم. وكتبوا لي بالتعليقات شو تردوني أسوي لكم تحديات بالفيديوهات الجاية. ألتقيكم بالفيديو الجاي. مع السلامة.